السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وين ما كنتم، وإن شاء الله تكونوا بأفضل الأحوال. هاشتاغ بعنوان يوم بدينا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فما هي قصة يوم بدينا وقصة تأسيس الدولة السعودية؟ راح نتعرف عليها بالتفاصيل بهذا الفيديو. قبل ما توصل السعودية لهذا الاسم المملكة العربية السعودية، مرت الدولة في مراحل لتأسيس الدولة. الدولة الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود، الدولة السعودية الثانية أسسها الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، والاسم الحالي للمملكة العربية السعودية فأسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. طبعا حدث يحدث للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء احتفالات لأول مرة بذكرى تأسيس المملكة. يوم أعلن الإمام محمد بن سعود بداية المرحلة الأولى لتأسيس الدولة، والتي اكتملت لاحقا في عهد أبنائه وأحفاده. والسؤال هنا، ما هي قصة يوم التأسيس؟ قبل 300 سنة من الآن أسس الإمام محمد بن سعود الدولة الأولى، الدولة السعودية الأولى، وإعلان مدينة الدرعية عاصمة لها. وكانت في تلك الأيام شبه الجزيرة العربية تعاني من الضعف وعدم الاستقرار والفقر، وكانت بلدان وأقاليم شبه الجزيرة العربية في تشتت واقتتال دائم بين بعضهم. وبحسب وصف الأستاذ فهد الدافع، وهو أستاذ في التاريخ، يقول يوم التأسيس هو يوم مفصلي في تاريخ الجزيرة العربية، يوم له بعد حضاري وتاريخي واستذكار لربط الأجيال بماضيهم. نعود إلى قصة يوم التأسيس. بعد الإعلان عن مرحلة التأسيس، أتبعت الدرعية عاصمة الدولة نظاما فريدا من نوعه في منطقة الجزيرة العربية من حيث الموازنة بين الموارد والإنفاق. بالإضافة لكل هذا، أصبحت الدرعية وجهة جذابة لمئات العلماء والمفكرين الذين يأتون إليها من أجل العلم والتأليف. هاي بالنسبة لقصة يوم التأسيس. في يناير كانون الأول الجاري، أي قبل شهر، أصدر على أهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بأن يكون يوم 22 من فبراير الشباط من كل عام يوم إجازة في المملكة العربية السعودية وفي عموم المملكة، اعتزازا وافتخارا بالجذور التاريخية للدولة السعودية وتخليد ذكرى تأسيسها. وكانت هناك احتفالات ضخمة في الملاعب والميادين والمهرجانات بهذه المناسبة، والطائرات التي تزين سماء المملكة. نحن نعرف أنه بالمملكة العربية السعودية إذا بيصير احتفال فهناك بيكون في صرف كثير من الأموال ليكون الاحتفال بالمستوى المطلوب، وتشارك بهذا الاحتفال 3500 شخص كمنظم، واحتفل فيه جميع سكان المملكة في جميع المحافظات والمدن. العراق يغلق صفحة مهمة من تاريخه استمرت لأكثر من 30 عام، والخروج بشكل نهائي من إجراءات الفصل السابع بعد قرار مجلس الأمن الدولي إغلاق ملف تعويضات العراق للكويت. والسؤال هنا، ما هي قصة التعويضات العراقية للكويت؟ وماذا يعني هذه الخطوة المهمة من الأمم المتحدة بعد انتظار أكثر من 30 عام؟ إليكم القصة كاملة. بعد الغزو العراقي للكويت، كانت أضرار ناجمة، أضرار اقتصادية وأضرار مادية وأضرار بكافة النواحي بعد انتهاء الغزو، والتي قدرت بنحو 52 مليار و 400 مليون دولار. رقم ضخم، نعم هذه أرقام حقيقية، 52 مليار و 400 مليون دولار. كانت هناك مطالب بإيداع جزء من عائدات مبيعات تصدير البترول والغاز الطبيعي لدى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وبعد انتهاء التعويضات من العراق أن ينعكس إغلاق هذا الملف بشكل إيجابي على علاقاتها الإقليمية والدولية. في أغسطس عام 1990 غزا العراق الكويت في عهد الرئيس صدام حسين، قبل أن يطرده تحالف الولايات المتحدة بعد نحو 7 أشهر من الغزو. ومنذ ذلك الحين، أي منذ عام 1990 لغاية اليوم تاريخ 23 شباط فبراير 2022، والعراق يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه العقوبات يسمح الفصل باستخدام القوة ضد العراق باعتباره تهديدا للأمن الدولي، وتجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية بالبنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين من الغزو في عام 1990. أنشأت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لإدارة صندوق يعوض منه أي ضرر لحق بحكومات أجنبية ورعايا أجانب والشركة أجنبية في أعقاب غزو العراق للكويت. وهذه المعلومات أغلب العراقيين لا يعرفها، ولكنها من مصادر موثوقة ومصادر عالمية. يعني العراق في مدة 32 سنة دفع 52 مليار و 400 مليون دولار للكويت كتعويضات عن الغزو العراقي في عام 1990. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بين قوسين هون، بعد الغزو الأمريكي للعراق الذي استمر لعشرة أعوام، لماذا لم تعول الولايات المتحدة
وصندوق الولايات المتحدة، صندوق التعويضات، الشعب العراقي أي دولار أو أي دينار عراقي أو أي يورو بسبب الخسائر الاقتصادية والخسائر المادية، بيوت المواطنين والشركات والبنية التحتية. بينما كان غزو العراق للكويت استمر لسبعة أشهر فقط، فيما غزت الولايات المتحدة فيتنام وأفغانستان والآخرهم العراق ولم يعوضهم أي شيء. بهيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى المعلومات المذكورة في الفيديو تكون مفيدة للجميع. نلقاكم بفيديو تاني، سلام.